مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. النهاردة مباراة مهمة، مباراة مرتقبة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في ختام الدور الأول للكرة الطايرة، لدوري كرة الطايرة. مباراة ما شاء الله النادي الأهلي لعب 6 مباريات في الدور النهائي، فاز بكل المباريات ما عدا مباراة الجيش، فاز بنتيجة 3-2. عشان كده النادي الأهلي عنده 18 شوط وعليه شوطين، بيحتل صدارة الترتيب ب 17 بونت. نادي زمالك في المركز الثاني بيحتل المركز الثاني، خسر مباراة واحدة من سموحة بنتيجة 3-0، لكن في المركز الثاني ب 15 نقطة. خلينا نشوف النهاردة، الحوار مهم جدا، لازم نروح للأخبار والأخبار قالت إيه على مباراة الأهلي والزمالك في دوري الكرة الطائرة النهاردة. هنبدأ مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي، نشوف قال إيه الموقع الرسمي للنادي الأهلي. موقع رسمي نادي الأهلي: رجال طائرة الأهلي يواجه الزمالك في الدوري. الوطن سبورت: الأهلي يواجه الزمالك في قمة الكرة الطائرة. الوفد: الأهلي يواجه الزمالك في قمة دوري الطائرة. الشروق: الأهلي يواجه الزمالك في قمة دوري الطائرة. اليوم السابع بيقول الأهلي يواجه الزمالك في ختام الدور الأول بنهائيات دوري الطائرة. البوابة نيوز: اليوم طائرة الأهلي يواجه الزمالك بالدوري الممتاز. صدى البلد: طائرة رجال بالأهلي يواجه الزمالك اليوم. أكيد المباراة مهمة، مباراة مرتبطة بالنسبة للفريقين، والأهم بالنسبة لنا النادي الأهلي. ليه؟ علشان النهاردة لو النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله يفوز بالمباراة يقرب كتير بنسبة 95% لبطولة الدوري أو البطولة المفضلة ليه في بطولة الدوري الممتاز لكرة الطايرة. رجال الطايرة النهاردة إن شاء الله مستعدين استعداد جيد جدا. كابتن ميدو مصالحي في آخر حوار معاه قال إن هو الحمد لله استعد جيد جدا، استعد بتحاليل فريق نادي الزمالك واستعد بكل حاجة، ولعبته ما شاء الله عليهم، إن شاء الله يكونوا جاهزين في مباراة النهاردة.